يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه، سيزن جديد مع النادي الاهلي بيبدا فعليا وعمليا النهارده. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا الحلقه ويبداوا معانا موسم ان شاء الله باذن الله. املنا على قد تحدياتنا كبيره جدا في موسم يكون ناجح، وعلى قد احلام وطموحات جماهير نادي الاهلي. اسئله كثيره جدا عارف بتدوروا على اجابه ليها، هحاول في حدود القدر المتاح لي من معلومات ان انا اجاوب على كل اسئله حضراتكم، وخصوصا سؤال المهاجم. انا عارف انه جماهير النادي الحقيقه انت يعني يجي لك احساس اول ما تصحى من النوم انه مصر كلها بتسال على المهاجم بتاع النادي الاهلي اخباره ايه. هنتكلم في موضوع المهاجم النهارده، وخليني الحقيقه اتكلم في سؤال يمكن يكون ما يخصش النادي الاهلي لوحده، صحيح يخص النادي الاهلي بشكل كبير بما انه واحد من اكبر الانديه الشعبيه على مستوى العالم، وبالتالي حضور جمهوره بيتهيأ لي هو الصفقه الاهم اللي المفترض انه الناس تسال عليها. خد بال حضرتك انه الاهلي بكل انجازاته العظيمه اللي حققها في الثلاث مواسم الاخيره او الاربع مواسم الاخيره تحديدا، منهم ثلاثه دوري ابطال، منهم اربعه مشاركه في كاس العالم حقق فيهم اثنين برونزيه، منهم تتويجات على مستوى السوبر الافريقي على مستوى الدوري المحلي والكاس يعني كل السلطات والبابا غنوج اللي جايه مع القاب وبطولات الاهلي في الاربع المواسم الاخيره اتحققت في ظل غياب اللاعب رقم واحد هو جمهور النادي الاهلي. يعني لك ان تتخيل، وطبعا ده حصل بشكل استثنائي في بعض المباريات او بعض المواجهات اللي شفنا قد ايه حضور الجمهور في ملاعب المباريات دي كان عامل مؤثر وايجابي في اوقات احتاج فيها الاهلي وسكواد الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي لجمهور. شفنا ده بيحصل في مناسبات مهمه جدا زي ماتش الهلال في بطوله دوري ابطال افريقيا، او ماتش الترجي حتى ولو كان بشكل جزئي. اللي عايز اقوله خلاص الامر إن السؤال اللي علينا إن كلنا الحقيقة كل ما هو له علاقة بالنشاط الرياضي في مصر إنه يجد إجابة عليه. سؤال مرتبط بالمسابقة، سؤال مرتبط بقوة البطولة ومستوى المنافسة فيها، مش بس داخليا. أنت النهاردة بتتكلم وناس كتير بتتكلم، منها كلام ليه معنى ومنها كلام كتير جدا ملوش معنى وخارج السياق في إطار مقارنات بين دوريات عربية بينها وبين بعض. والقصة بالنسبة لي مش مسألة أسماء على الإطلاق. الأسماء دي شفناها بتحصل كتير وتكررت كتير، وأنا مبسوط الحقيقة باللي بيحصل فيه عند الأشقاء في السعودية بالطفرة اللي حصلت على مستوى استقطاب النجوم والأسماء الكبيرة في كرة القدم. لكن هل ده يأثر؟ أنا قلت لكم التجربة دي عشان تحكم عليها مش الموسم ده ولا الموسم اللي بعده، محتاج ثلاث أو أربع مواسم تطمن فيها واحد على قدرة الأندية السعودية على الاستمرار في نفس النهج ده، وقدرتها أو استفادتها من تواجد الأسماء دي على المستوى الفني سواء على مستوى الأندية أو على مستوى اللاعب السعودي نفسه. نتمنى لهم النجاح، ده شيء ما فيش شك فيه، لكن هل تجوز المقارنة؟ بالتأكيد لا، لأن احنا شفنا ده بيحصل في أمريكا، شفنا ده بيحصل في الصين، شفنا ده بيحصل في اليابان، شفنا ده بيحصل في الخليج حتى لو كان على مستوى أو على سكيل أقل من كده شوية، وما اعتقدش انه كان في فارق واضح. والدليل انه اذا كان في مباراه في الدوري الانجليزي في مواجهه مباراه بيلعب فيها انتر ميامي اللي بيلعب فيها الاسطوره ليو ميسي او رونالدو لاعب النصر السعودي في نفس التوقيت، ما اعتقدش انه حد هيتفرج على ميسي ولا رونالدو ويسيب مباراه في الدوري الانجليزي مثلا بين السيتي والارسنال او بين اليونايتد ونيوكاسل او بين تشيلسي وتوتنهام مثلا يعني على سبيل المثال. فالقصه مش قصه اسماء، لكن القصه اكتر ولو ترجع بالذاكره كده لشكل ووضع الدوري الانجليزي، القصه قصه منافسه، القصه قصه بطوله. والبطوله بالتاكيد تفقد كتير جدا جدا من قوتها، تفقد كتير من رونقها اذا ما كانت خاليه من الحضور الجماهيري. دراعنا اللي بيوجعنا دراعنا اللي بيوجعنا وبيحاولوا يمسكونا منه، قصه غياب الجماهير اعتقد هو السؤال الاهم اللي مفترض انه الاعلام الرياضي، رابطه الانديه، اتحاد الكوره، وزاره الشباب والرياضه، والانديه الشعبيه والجماهيريه المستفيد الاول من قصه الحضور الجماهيري على المستوى الفني قبل ما يكون على المستوى المادي، كلها معنيه بالاجابه على السؤال ده، متى تعود الجماهير الى المدرجات مره اخرى؟ السؤال اللي يمكن طرحه كابتن المحمود الخطيب، وكنت مستني الحقيقه ان انا اشوف
حاله عصف فكري، انه الناس تبتدي تتكلم في افكار. عندنا تجارب ناجحه على مستوى منتخبنا الوطني، وعندنا تجارب ناجحه على مستوى الانديه، وشفنا ده مع النادي الاهلي الموسم الاخير. ازاي ممكن التجربه دي تتكرر بشكل طبيعي ومنطقي مع وضع كامل الحدود اللي تحفظ كل الحقوق لكل الاطراف، واهمهم طبعا الدوله المصريه، اللي بعتقد انه عوده الجماهير للمدرجات هيضيف بشكل كبير جدا للصوره وللانطباع اللي متاخد عنها في حاله نجاح التجربه. اعتقد انه ده السؤال المفترض ان كلنا نشغل نفسنا بيه دلوقتي.